أهلا جميعا، ماذا سنلعب اليوم؟ أوه، ما المشكلة هنا؟ أنا سأخبرك، فكري هو المشكلة. فكري؟ إنه غاضب جدا، قال إن صوتي كصوت الغراب وأنا أغني. لا أفهمه. ورفض إعطائي كرتي، إنها عالقة بين أغصانه. كتبت له أغنية وحين أنشدتها راح يتثائب. حاولت حك ظهري بجذعه فطردني وقال لي عليك أن تذهب وتبحث عن شجرة أخرى. يغضب فكري لسبب ما أحيانا. لا ليس غاضبا، بل غاضب جدا، وكلمة جدا عندي تعني جدا. علينا رؤية فكري حالا، هيا يا رومبا. روزي، هل تسمعين شيئا؟ هاي، مهلا مهلا. لماذا يحبون القفز علي؟ لأنك لطيف. هيا لنذهب إلى فكري. وإياك أن تعود قريبا يا مزعجة. هيا يا روزي. مرحبا يا فكري. مرحبا يا روزي. مرحبا يا رومبا. هناك بعض الشكاوى. أهي حبات البلوط؟ لا ليس البلوط، إنها أنت. يقول الجميع إنك غاضب جدا اليوم. هذا رغما عني، حبات البلوط كانت تثرثر وتقفز طوال الليل، لم أنم لحظة واحدة. أنا متعب. افهموني. أنا أفهم قصدك يا فكري. روزي تغضب أيضا عندما تكون متعبة جدا. ماذا؟